كثيرة هي العائلات التونسية التي يقبع أبناؤها في السجون لسبب أو لآخر، سواء من أجل قضية أو جنحة، لكن أن نجد عائلة بأكملها في السجن ولا يخرجون منه إلا لأيام معدودات ثم يعودون، فهذا الأمر يبدو غريبا ولكن موجود في بعض الأحياء الشعبية التونسية. المنشية، القيروان أو المنسية كما يسميها أبناؤها، أم تشقى ولا تلقى، تعيش من ربش المزابل وجمع قوارير البلاستيك لتوفير قفة أبنائها في السجون وقوت يومها. وما أقساها الحياة لما ترى أما تتعذب من أجل أبنائها وهم غير مبالين أو مهتمين أو غير مدركين لحجم أخطائهم وتعودوا حياة السجون. لماذا لا تهتم الدولة بهؤلاء؟ لماذا لا تقوم الدوائر الاجتماعية بمهمة إعادة إدماج خريجي السجون؟ قد نخطئ، لكن بالإمكان أن نتحول إلى مواطنين صالحين. عصيب سلمك، هاك راقدة في الشارع أنت؟ راقدة في الشارع مش نعمل؟ هاي خدمة يخدموا، يجي صغار عايشة كان في الحبس صغيراتي، وتو عندي الولاد الكبير عايش في الحبس، تو في الحبس علاش عمل؟ هو جابدينه في الروح يدعم، هاو جابدينه في الروح، ولدك مجبود فيها جريمة قتل، مجبود جابدينه فيه، هو دخيل وضاي ولدي، لا يضرب لا يشد حديد لا يحوم سل عليه، وانا مر ما يجيش حتى باش نمشيلوني للغادي لتونس، ما لقيتش باش نمشي، اش مش نعم، انا ظل نسهل من واحد لواحد واني قاعد باي ومريض لا يخدم. ايش عمرك يا حاج؟ انا عمري 60، هاوي باش عايش، هاوني باش عايش، هذيك باش عايش، خش زاد داري طول بيوتي طول اولادي في نتبيت. رجع لي فتح لي الكاميرا بالحق، معناتها الحاجه مصلي على النبي، لو كان معناتها شو الزين والعين، وكان نشوفه ونقارنوك انت بامراه اخرى في نفس عمرك عايشه في بلد اجنبي ما نلقاكش هكا، بالحق شيء اسف. الله غيل الله غيل، اش مش نعم، عايشه في حومه مش هي، حتى صغيرتي ما يعملوش يطلبوا لهم الحاكم يجي يهز، هاني باش عايشه انا صغيراتي. فيش عايشه معناتها هاني عايشه باش نلم الزباله الزباله في الدبابس باش عيش، هاون طول باش عيش، خش طول زاد على داري لداخل، هاني باش عيش، عيش بهذاك اللم. سامحني هذايا انا كنت نسخل فيه مصب نتاع فضلات، معناتها هذايا تلم فيه انت باش تبيعه. لا لم فيه، انا عندي بريوت عاتيها لي راجل هاويني، لم به كل صباح نمشي لاربعة ما ثلاثة ونص، هاي عليهم بتقول لي الحومة شنو كيفاش عيش. وليداتي شابوا حبسك هيك. ولقيت في الخبز. هذو مش يجيبوا لك فلوس معناتها شنو باش مرة 20 مرة 25 كنعبي زوز خيش، مرة 20 مرة 25 ويعيشوك؟ ما يعيشونيش، انا حبيب ربي كل مرة كنمشي ناكل ترقع فوز، انا كل مرة واحد يمد لي 5000، واحد 3000، واحد 10000، هذاك باش عايشني ولاد حلي، كل مرة واش واحد يمد، نمشي زاد الكوشة ما ياخذش علي في ترقع فوز، يمد لي خبز بليش لصغيراتي ما عندي بيش، هذاك ايش نقول لك، موزي تخش للدار طول عليه، شوف دار، شوف دار. سامحني انت ولده؟ ولده انا اللي قاعد يخدم. سامحني نحي كاسكيت، سامحني شوي خليني نصورك وتبدا به. نحب نسالك، نحب نسالك وجاوبني بصراحه، الوالده تعبه وتخرج الاربع نتاع الصباح وتلقت في الدبابز باش نجم تعيش، وانت تبارك الله صغير، علاش ما تخدمش؟ وين الخدمة؟ أنا شابين حبس كيفاش مش نخدموا، ثلاثة خواتي ضربة ضربتين يجوا يهزوا فينا وشابين. علاش يهزوا فيك الحبس؟ هي كيك على مشاكل و علاش؟ كل مرة وكيفاش هاكا تبيعوا في الشراب ومعناته كيفير. وأنت تبيع في الشراب بالحق؟ أنا نبيع أقسم بربي اللي أنا نبيع. هكيك معناته اللي واحد شابه حبس هكيك. قداش شديت حبس؟ 6 شهور. بالحق معناتها تو الدنيا تصعاب. خوك الاخر قداش شاد حبس؟ خوي الاخر شاب حبس، الكبير شاب حبس،
مسكين ملي فاز هو يجي منه هم يدوروا الحكم ملي هو صغير وهو يعدي في الحبس معناتها يخرج يدخل الحبس يخرج عاود يرجع ما يبقاش حتى شهر 15 حبس عاود وعدوا احكي له على القضيه المجدود عليه ومقاضيها معدها ومقاضيها فما قاضي معديها وزاد شادينه عليه قضية نتاع شراب شادينه عليه ومعدي فيها حبس معجي عام ونص وزادوا شادونا نحن ماشي نبحثوا على القضية نتاع الروح نتاع ودعمتنا جهدوا علينا الحاكم لهني ونحن خاطين معناته سايبين اللي قاتلين الروح وهزينا نحن كيكة معناته في الأفهم كيكة بالعين سؤال ربما اللي شاهد فيك يطرح نفس السؤال تبارك الله صحة و وقبري وكذا مو نمشي نخدم ونمشي نلم انا دبابز امي ما تلمش علاش مش شامل اخويا باللي انا ما لقينيش خدمة نخدم اي خدمة ما خليش امي تخرج اربعة نتاع الصباح وما خليش امي في الشارع وما خليش امي جيعانة صراحة معناها راه محرج سؤالي لكن هذه هي صراحة أي واحد باش يتفرج فيك باش يسأل السؤال أنت لبستك دبركلة ومريقل ومزيان ولموذة وكذا والوالدة في الوضعية هذه تعبت عنينا صحيح هم تعبت عنينا بالحق الوالد شبه حبسك هيك وأنت اليوم تنجم تتبدل حياتك وتمشي تخدم وتشد طريق صحيح نجم ماجي خدمة ما فهميش خدم هي بتبيت ما يخدموش بالحق وقسم برب كيفاش حشمت بعد ليه يجي كامل معايا بعد عندي شنو ما يخدموكش هادني تحكي ماك هي تتفسر ليه نحبك انت تحكي لي هاد الواحد ما لقيش خدم معناته كي تجي مش تمشي تخدم ولا حكاية يطلبوا عليك بطاقة تعريف أي حكاية وكي تجي مش تمشي يسموهم الزيتون ما يخدموكش وعليش الزيتون هذه مخذة سمعة خايبة برشا والناس ما تمشيش للزيتون يبراكيوك يضربوك وحديد وحكاية فيها هذيك علاش حطموها كيك معناتها براكيكش عاد برحمة والديك علاش ما تبركيش كيفاش؟ اقسم بالله نمشي للجامع من 3 نتاع الصباح نمشي نصلي انا جاهز البرويت وهبدا يعني تو ماشي للجامع. اي وعلاش سامحني هي تخدم خدامه وتبارك الله علاش الاولاد نتاعها ما يخدموش؟ ها من وين يخدم؟ ما ثماش خدم الزيتون ما فيهوش. اي واحد من منشيه حتى راجل كبير تو يقول له هاي تمشي تخدم يقول له مش ما ثماش خدم. علاش العنف برشا هنا؟ انا علاش المشاكل برشا؟ وكان هم عاديين لهم خدم راهم هم ما يعملوش الامر لا يبيعوا زكرة ولا يبيعوا شراب ولا يعملوا حتى شيء، انا نقول لك هنا بالرسم قانون ما عندناش قانون هنا ما ثماش قانون الغابة الرئيس مشى الله يرحمه مشى مع الزين وكان قاعد الزين يا ربي لك الحمد هكا سامحني كيفاش؟ ضربة ضربتين حتى الحاكم دخلينينا قلبينينا الدار كيك على ما فما حد شيء معناته ويهزونا يوصلونا غاديكا ويعدونا على الهوية ريس يقولونا برو روحوا ويسايبونا على رجلينا حتى حق تاكسي ما عنيش كيكا بالعيني معناته سامحني سكر لي الباب شوية خليني نجم نحكي معاه بصراحة انا دخلت معاك في الدار ونحب نحكي له كله ما كنتي لول انت واخواتك الزوز الاخرين معناتها لولا المشاكل لولا الخلطة الخايبة لولا انكم زادة بيع الخمر خلصة ما يصيرش هذا كله وجريمة تقتل وتجبدوا فيها عباد وصير فيها نفس مومنة تقتل هكاك يعني وصل حتى حومة كاملة معناته اقل واحد ني معناته لنحربش لنكيف لحد شيء حتى الشرب ما نشربوش حتى الدخان عادي ما نكيفوش لكن يزمك تخرج وتخدم على ميمتك ان شاء الله كان فما خدمة عادي نخدم ما لقينيش خدم يا حاجة انت علاش تخدم وتشقى في الفجيري وتلقط في البلاستيك وتعطيه هو باش يصرف الويه باش وليداتي ما يسرقوش وما يتعدوش على العبيد هذاك علاش باش كي ولدي يطلبنا حق كعبتين عظام وحق خبزة مدلو حق حكاريس ما كيفاش يمشي معنا يمد ويديهم للعبيد ما يمشيوش مد ولديهم العجب ما نبيع كيما كيكه ونظل نكردم الحانوت وبعدين كنبيع نخلص ناي الحانوت.
وتشري له انت الكاسكيت والسبيدري المضخم وتعطيه وهو يرقد وما يهمتوش. ويمشي للمعمل في راي الفري ما يجيش. مشيت وانا وياه حتى لهكا خذينا ومشينا ما فميش. ما فميش وليد عم ما فميش. اش مش سامحني وين ولد الاخر؟ تراه كمل لي اجا بحذاه. اجا بحذاه. اجا بحذاه. عسلام. سلام. قداش عمرك انت؟ 15 سنة. تقرا ولا اش تعمل؟ نقرا. كان قسم؟ تياسة. قداش عندك معدل؟ مازال. مريقل في قرايتك ولا ايه؟ انا كيك. ان شاء الله ربي يوفقك، نكمل معاك الاخريني انت. صراحة معتها فما امور ما تمشيش، ما تعجبش، ما تجيش. معتها وقت يد امه تعبه هكا والدنيا، وانت تقول لي انت واخواتك معتها متعبينا في الحبوسات، تدخل اليوم تخرج غدوه ترجع من بعد، وهي القفه والبلاستيك وحال حكي لي. ربي يهزوا فينا باطل هكاك معناته. والوالده تعبه في جرتكم بالباطل. تعبه مسكينه بالحق تعبه. تعبت. حتى باي كان نشوفه زاد مرض بالديك انفاس ما ينجمش يخدم. مريض بالصدريه مسكين. الواد مش يعمل معناته شوفوا نخدم و ان شاء الله. يلزمك انت تبدل في العقليه نتاعك الاول. كيفاش معناته؟ حتى ما عادش تحمل على الوالدين، سيبهم ومشي يخدم على روحه. ان شاء الله كان لقينا خدمه نخدم. اخويا انا ماذا باهي نخدم ما نبقاش قاعد.